مشاهدينا الكرام، ننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث صرح سفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد بعد ظهر اليوم الجمعة مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بمحافظة القاهرة والجيزة. صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس تفقد اليوم الجمعة عدد من المحاور والطرق الجديدة بمحافظتي القاهرة والجيزة، ومنها محور مصر الجديدة رمسيس وامتداده إلى منطقة السادس من أكتوبر مرورا بكوبري أكتوبر. كما اطلع سيادته على سير الأعمال التنفيذية لعدد من المحاور الرئيسية بمحافظة الجيزة، خاصة في منطقة المنصورية عند محور الدائري وتقاطعه مع طريق الفيوم مرورا بحدائق الأهرام، حيث تم إعادة تخطيط تلك المنطقة وتطويرها على نحو يضمن سهولة الحركة المرورية بها والتيسير على المواطنين الراغبين في التوجه إلى كافة الطرق والمحاور من وإلى تلك المناطق. هذا وقد ناقش السيد الرئيس العاملين ببعض من تلك المواقع لمتابعة الموقف التنفيذي لسير الأعمال الإنشائية، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تطوير تلك المحاور، مشددا سيادته على التطبيق الدقيق لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا مع بداية الشتاء، حفاظا على صحة كافة العاملين بالمواقع الإنشائية. إذن مشاهدينا، مرة أخرى ما زلنا نتابع هذه الصور من نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، حيث صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس تفقد اليوم الجمعة عددا من المحاور والطرق الجديدة بمحافظتي القاهرة والجيزة، ومنها محور مصر الجديدة رمسيس وامتداده إلى منطقة السادس من أكتوبر مرورا بكوبري أكتوبر. كما اطلع سيادته على سير الأعمال التنفيذية لعدد من المحاور الرئيسية بمحافظة الجيزة، خاصة في منطقة المنصورية عند محور الدائري وتقاطعه مع طريق الفيوم مرورا بحدائق الأهرام، حيث تم إعادة تخطيط تلك المنطقة وتطويرها على نحو يضمن سهولة الحركة المرورية بها والتيسير على المواطنين الراغبين في التوجه إلى كافة الطرق والمحاور من وإلى تلك المناطق. هذا وقد ناقش السيد الرئيس العاملين ببعض من تلك المواقع لمتابعة الموقف التنفيذي لسير الأعمال الإنشائية، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تطوير تلك المحاور، مشددا سيادته على التطبيق الدقيق لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا مع بداية الشتاء، حفاظا على صحة كافة العاملين بالمواقع الإنشائية.